بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه مساء الانتصارات مساء التفرد مساء العظمه والشياكه مساء الفخر بالنادي الاهلي رمز كل ما هو جميل في الحياه ابراهيم مساء الفل يا باشمهندس ومساء السعاده عليكم جميعا في هذه الحلقه التي تاتي ضمن ايام الاحتفاء بالاهلي والسعاده الفعل هي ايام الاهلي، الحقيقه يمكن بدين نشوف حضراتكم متاخر شويه للحلقه أكتر من مره بناخركم بس لسه بقول للبشمهندس عدلي البنات حاطين البرنامج في دماغهم. ما هو الكوره دلوقتي احنا خدنا شويه ايام <applause> كام حلقه بنات الطايره كانوا بيضطرونا نشوف حضراتكم في وقت متاخر شويه لكن الحمد لله تاخيرنا ما جاش بخساره فرحنا مع بنات الكره الطايره بالفوز ببطوله افريقيا طلعوا لنا بنات السله النهارده. ففازوا الحمد لله بكاس مصر 69 58 على سبورتنج في النهائي الف مبروك ل كل فريق الكرة الطائرة للأنسات في النادي بقيادة كابتن إيهاب الألفي على هذا الإنجاز ومستعدين نتأخر مفيش مشكلة بالتأكيد آه. لو كل مرة هيأخرونا جابوا لنا بطولة بالظبط مستعدين نطلع طول السنة متأخرين بس نتأخر وما يكسبوش <applause> ناخد حقنا <حقير>. لا <applause> هم <applause> هم حرين <applause> الاحتفاظ بالكأس آه. آه للمرة الثانية على التوالي آه نهنئ الكابتن آه إيهاب الألفي وبطلات كرة السلة انتصار آه. بجدارة صحيح. 69 58 صحيح مباراة ما كانتش سهلة آه لكن آه هكذا الأهلي